ابن آدم يا ابن آدم، هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أبي المدفون الثاني أبي المدفون الثالث أبي المدفون العاشر؟ لعل أناسا دفنوا قبلك ولعل أناسا دفنوا بعدك. نعم أيها الإخوة الكرام، اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب. اليوم نتنعم بالنعيم ونفتخر بالسيارات والأموال والجاه والسلطة، وغدا تأكلنا الديدان. يا ابن آدم يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت. يا ابن آدم، مهما طال بك العمر ومهما طالت بك الدنيا فإنك ميت، فإنك ميت، فإنك ميت. ستترك الزوجة وتترك الأولاد وتترك متى الحياة الدنيا وتنزل إلى قبرك. فإن عملت خير كان قبرك روضة من رياض جنة، وإن عملت غير ذلك كان قبرك حفرة من حفر النار. أيها الناس، توبوا إلى الله.